ازيك كابتن جمال، اخبارك ايه؟ اهلا بيك كابتن اسامه. اهلا وسهلا ومنورنا. ربنا يخليك كابتن اسامه، اهلا بيك طبعا واهلا بالساده المشاهدين. وانا سعيد ان انا معاك النهارده اول مره. برنامج جميل بصراحه، بيلقي الضوء على جميع لاعبتنا في قطاع الناشئين. وبعدين انا شايف ان هو يعني حاجه مهمه قوي، اهميتها بتكمن ان اللاعب لما بيشوف نفسه ان هو في اعلام وفي صحافه وقناه النادي واخده بالها منه، الحاجات دي بتبقى عامل معنوي كبير جدا لينا وبيساعدنا في شغلنا احنا شخصيا. الولاد كلهم بيتابعوه، اولياء الامور مبسوطين جدا لما ابنهم بيجي ويشوفوه. دي بتبقى مؤشرات بالنسبه لهم او دلائل ان ابنهم ماشي على الطريق الصحيح، وخاصه في النادي الاهلي. احنا دايما هنكون هنا في قناه الاهلي وفي برنامج الاشبال خاصه دايما في ظهركم ومساندين دايما لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. انا مؤمن علشان يبقى عندنا دايما فرق قويه داخل القطاع لازم يبقى عندنا الاساس قوي، والاساس تمام. هو مدرسه الكوره والبراعم. تمام معايا في لا ده كلام محترم جدا، وده اللي احنا بالنادي بيه دلوقتي. او ان احنا يعني الحمد لله في اهتمام من النادي الاهلي طبعا بقطاع البراعم خاصه او قطاع مدرسه الكوره. انا عايز اتعرف بس الناس يعني قطاع البراعم ده متمثل في مواليد كام بالظبط؟ قطاع البراعم عندنا بيبدا من 13 سنه اللي هو سن 2005، مش بيبدا من فوق، يعني انا بتكلم من فوق، بيوصل لحد السن 2009 اللي هو 9 سنين. ده اللي هم ليهم مسابقات، كلهم مسابقات بتندرج تحت موضوع ان ده قطاع براعم مهرجانات، لان ما فيهوش نتائج. دي برضو من الحاجات بصراحه اللي بحيي عليها منطقه القاهره، عملتها قللت الضغوطات علينا شويه وعلى اللاعبين، دي حاجه كويسه قوي. ولكن اجي الهدف قطاع باستثناء طبعا فرقه 2005 بتلعب 11، دي طبعا فيها نتائج وكل حاجه ومعموله مجموعتين والحمد لله ماشيين فيها بشكل جيد. ودي اللي هي مسؤوليتي انا عن الجزئيه بتاعت 2005 و2006. كابتن تامر حفني طبعا مسؤول عن بقيه المدرسه 2007 و8 و9 في سن تحضيري 2010. فعايز يعني اعرف الناس، شايف الصوره دي يا كابتن؟ اه يعني الصوره دي يا ده تاريخ يا كابتن. كابتن بدر رجب تاريخ. ده جيل 96 يا كابتن اسامه تحديدا. لا ده كده قلب على جيل 94. ده 94. طب ابرز الاسماء بقى اللي انت يعني عايزين نرجع بقى وتفكرنا بالظبط. ده مجموعه لاعبين طبعا. وده الجهاز برضه من الحاجات الكويسه قوي. الجهاز بص ثلاثه كابتن اسامه. كان في 2006 كابتن بدر رجب مدير فني، وانا كنت مدرب عام، والكابتن ايمن بسيوني مدرب حراس مرمى. دلوقتي الحمد لله النادي عامل حاجه ممتازه برضه لازم اشيد بيها. ان ادانا 2 مدربين لكل فرقه عشان التركيز الاكتر، والقاعده لما توسع من تحت تبقى الدنيا كويسه. تمام. وده محمد اشرف توفيق رؤى، ده لاعب الزمالك. ممكن الناس تتفاجئ ان هو ده ابننا، يعني مواليد 93 من ناشئين النادي الاهلي ومتاسس في النادي الاهلي. ده جيل 93. ده كان في احد المباريات. في لعيبه كتير جدا ممكن لو سبت عليها طبعا يعني شويه ممكن نقولهم. في رامي ربيعه. لا ده جيل 96. خليه يثبت لنا على الصوره. ماشي. خليه يثبت. احنا هنعرض دلوقتي الصور كلها دلوقتي وهنسترجع مع حضرتك دلوقتي يعني كل الاسماء اللي طلعت من تحت ايد كابتن جمال السيد. بس عايز اتكلم بقى عن 2005 و2006 اللي حضرتك مسؤول عنهم. تمام. هنا الاجهزه الفنيه بقى ال 2005 و2006. ال 2005 مسؤول عنهم طبعا انا كمدير فني، ومع الكابتن احمد سمير بيبو مسؤول عن الفريق، والكابتن محمد سعد الصغير مدرب عام، او كابتن بيبو مدير فني، وانا على اساس انا مشرف فني او مدير فني. المسميات طبعا يعني بسيطه بالنسبه لنا، ولكن بالنسبه للقياده الفنيه اللي انا شخصيا يعني. ال 2006 معايا احمد جمال مدير فني، ومعانا ايمن عبد السميع مدرب عام، ومدرب حراس مرمى الكابتن احمد فوزي. هم المدربين الكويسين على فكره، بشيد فيهم ان شاء الله هيبقى المستقبل كويس. اضافه السنه دي كابتن احمد فوزي اضافه جيده فعلا، يعني من الحاجات اللي عملها طبعا القطاع، ودي ميزه كويسه. ولكن عايز ارجع جزئيه صغيره اعرف الناس اهداف قطاع البراعم. قطاع البراعم الممول الرئيسي والاساسي لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. ونيجي بعد كده نتكلم عن جزئيه الاستقطابات اللي بتحصل على مدار المواسم او على مدار الفرق او احلال وتجديد. ولكن بتبدا اهم حاجه عمليه الانتقاء او الاختيار. دي مهمه جدا بالنسبه لنا. اصعب حاجه هي عمليه اصعب حاجه بالظبط. دي بتبقى فيها جزء تالنت، موهبه بالنسبه للمدرب، عينه كويسه بيقدر يختار لعيبه زي الكابتن بدر رجب طبعا. كابتن بدر رجب انا اتعلمت منه كتير شخصيا، اشتغلت معاه وحاجات كتير جدا بنفذها من شغله. في اول الحلقه عندنا تقرير عن الكابتن بدر رجب على فكره بالمصطفى ابو الاشبال في العصر الحديث، يعني دي حقيقه. كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال في الستينات والسبعينات، انا مسمي الكابتن بدر ابو الاشبال في العصر الحديث. لا دي حقيقه، الكابتن بدر رجب قامه كبيره وقيمه كبيره، ومن الناس اللي اتعلمت منهم. كل الاجيال اللي حضرتك عرضتها والصور اللي اتعرض دي كلها معظمهم شارك فيهم الكابتن بدر رجب في اختياراته، وانا كنت مساعد معاه. وقد ايه كانت مدرسه الكوره يعني بتغذي قطاع الناشئين بشكل جيد. نيجي برضو لاهدافها الرئيسيه. قبل ما نشوف الاهداف يا كابتن جمال، هنشوف دلوقتي تقرير مع مدربين البراعم بيتكلموا فيه عن الكابتن جمال السيد. We'll be right back.
كابتن جمال السيد إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي، وراجل شغله كويس جدا وبنستفيد منه بشكل فني وشكل إداري على أعلى مستوى. راجل مركز دايما في شغله، حاجة جميلة يعني، يعني شخصية كويسة جدا. راجل بيسيب لنا مطلق الحرية في شغلنا ويضيف لنا فنيات كويسة جدا، بجانب ان هو راجل إداري فاهم شغله كويس جدا. انا على الجانب الشخصي مبسوط جدا بوجود كابتن جمال السيد معانا، إضافة قوية جدا للنادي الأهلي. يعني 4 مباريات بفضل الله خدنا ال 12 بونت الحمد لله، ربنا كرمنا واحلى يعني عاملين ماتشات كويسة. يمكن المباراة اللي فاتت كانت مباراة مع الشمس خارج ملعبنا، ولعبنا برضو لعبنا 3 مباريات بره ملعبنا، ولعبنا ماتش واحد مع طلائع الجيش جوه ملعبنا. بفضل الله خدنا الـ4 مباريات والحمد لله. يعني انا بشكر الاولاد على الاداء، بيشتغلوا كويس، بيسمعوا الكلام، مركزين، يعني الشغل كويس وواضح ان هم فاهمين في الملعب ومنظمين، وده اهم شيء عندنا في البراعم ان احنا نوصل لاعلى درجه من الاداء الفني في المباريات، ونوصل لدرجه من الاستيعاب المهاري والتكتيكي والخطط بشكل كويس جدا. فالاولاد مستوعبين، وبشكر اللعيبه على جهدها، وبقول لهم اللي جاي افضل ان شاء الله، ويبقوا في المقدمه دايما على طول ان شاء الله. بقالي مع الفرقه حوالي 3 سنين، فالولاد انا يعني شغالين بسيستم معين، يعني شغالين من الستة وجول وسبعة وجول وثمانية وجول. يمكن انت بتضيف مركز على نفس السيستم ونفس النظام بتاعك، فما بياخدش منك وقت. يعني لو ما بيبقى في حد بيجي يشتغل على شغل جديد مع فرقه لسه بيعلمها ال11 والوقفه وفكر جديد، فبتاخد منه وقت. انما مع الولاد انا يعني بشكرهم في استيعاب كويس جدا. يمكن انت كنت بتلعب بطريقه لعب معينه، فبتزود لعيب في كل مركز في كل سنه وفي كل مرحله، بتحط لعيب زياده، فيعني ما خدتش وقت مني بشكل كويس. زي ما بقول لك كمان بالاضافه للكابتن جمال السيد، يعني بيزود لنا في الشغل حاجات كويسه جدا كمان فنيه، فبنقدر نستفيد منه، بنقدر نستفيد من الشغل الكويس ده، فالامور بتبقى ماشيه كويس بفضل الله. كل الفرقه ما شاء الله هايله، ما شاء الله، مش عايز اذكر اسم حد، لعيبه كلها على اعلى مستوى، اللعيبه كلها بتادي بشكل كويس، وبشكرهم وبقول لهم اللي جاي افضل ان شاء الله. الحمد لله احنا بدانا السنه دي كابتن جمال السيد مشرف على 2005 و2006، يعني قعدنا طبعا مع بعض في نهايه الموسم وحطينا السياسه اللي هنمشي عليها طول الموسم يعني. والراجل بصراحه يعني حاطط قواعد ماشيين عليها، يعني مريحانا نوعا ما، يعني بالنسبه للعيبه، بالنسبه للماتشات، بالنسبه للتمارين، الماتشات الوديه، يعني عاملين حاجات جداول وعاملين نظام لكل شهر بشهره، فاحنا الحمد لله مرتاحين بيه. اي واحد بيتعب لازم يلاقي مجهوده من اللعيبه، يعني الحمد لله، يعني احنا ما حاطين اللعيبه، أداءك في الملعب هو اللي هيحجز لك فرصة في الماتشات. تاني حاجة إن احنا برضو حطينا عشان ما نفاجئش في ماتش إن واحد عنده إنذار أو عنده لا، مرتبين الأولاد في حسب المراكز، يعني في المركز رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، في أي وقت احنا محتاجين، عايزين نعمل ماتش ضعيف بنقدر نحط المجموعة لعيبة، عايزين نعمل ماتش قوي بنقدر نحط مجموعة قوية. نفس الموضوع إن هو حط لنا حاجة حلوة برضو، احنا كان السنين اللي فاتت اللي تعبانة موضوع الاختبارات، إن أنت برضو كل يوم بتلاقي جاي لك 3 4 5 6، ممكن بتوصل ل10، ان هو عايزين نشوفهم، عايزين نبص عليهم كله. طبعا انت عارف ان امل ان هو يلعب في النادي الاهلي. النقطه ديت احنا اتكلمنا فيها مع كابتن جمال، وهو بصراحه شال عننا هم كبير، ان هو حدد بيبقى يوم كل اسبوعين بيجمع الولاد الجديده وبيبص عليهم، او انا ببص او كابتن ايمن، يعني بنقدر نحدد. ثالث حاجه النقطه الكبيره اللي انا برضو بشكره عليها، يعني وهو قاعد بقى هيكون قاعد في الاستوديو وزمانه بيضحك، حته التعامل مع ولاء الامور، يعني ما رسمنا السياسه خلاص، اللي عايز اي حاجه من اي ولي امر عايز حاجه بيروح لكابتن جمال، يعني حتى بيجي لي بيسال عن ابنه بقول له لا روح لكابتن جمال هو هيقول لك الموضوع. فالموضوع ده من ريحاني، لان انت عارف برضو في اوقات، يعني الحمد لله احنا عندنا مجموعه اولياء امور كلهم محترمه، بس ممكن تصادف ان واحد بيروح يسمع منك كلمه ويروح يقول للكابتن الثاني كلمه، ويروح لكابتن ايمن، ويروح لكابتن جمال. فاحنا خلينا خلاص، يعني زي ما بنقول المتحدث الرسمي للجهاز 2006 2005 هو كابتن جمال السيد، اي مشكله بيروح له، اي ابن بيلعب ليه، ما بيلعبش ليه، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها معاه. فطبعا دي من بدايه السنه وهو اتفقنا على الموضوع ده، فالحمد لله يعني احنا متفرغين للتمرين، متفرغين ان الولد يستفاد. انا بالنسبه لي وكابتن ايمن وكابتن جمال مش مهم مين يلعب، احنا بنلعب الماتشات يا كابتن فاروق، الماتش شوطين تلت ساعه وتلت ساعه، يعني ما بنلحقش حتى، يعني الحكم كمان ممكن بيلعبها 15 دقيقه 16 دقيقه حسب النتيجه. اللي احنا يهمنا ان الولد يجي التمرين ويستفاد، فاحنا شغالين على اللي عنده ميزه بننميها له، واللي عنده عيب بنحاول نخلصه منها، على اساس السنه الجايه طبعا لما هيخش الملعب الكبير مش هيبقى الموضوع كده، يعني بالنسبه له احنا دايما نقول لهم الموضوع هيبقى صعب، انت خلاص اخر سنه بالنسبه لك للبرام، السنه الجايه ركم الملعب اتفتح هيبقى الموضوع صعب والمنافسه صعب، فلازم تحجز لنفسك مكان من دلوقتي. We'll be right back.
اكيد في علاقه محترمه ما بين الكابتن جمال السيد المدير الفني للبراعم ومدربين البراعم، وده ظهر في خلال التقرير اللي فات اللي اتكلم فيه كابتن احمد سمير والكابتن احمد جمال. اتفضل يا كابتن جمال، كنت بتكلم عن اهداف قطاع البراعم. طبعا يعني تكمله لكلام الساده المدربين، طبعا كابتن احمد سمير وكابتن احمد جمال ومعهم طبعا المساعدين محمد سعد وايمن عبد السميع، من المدربين الكويسين جدا، الكفاءات الـ 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 العاليه في النادي بمنتهى الامانه. يعني حتى لما بنيجي انا شايف حتى اداره النادي ولجنه الكوره طبعا وكابتن فتحي مبروك كمدير قطاع، اختياراتهم للمدربين برضو بتتم على اسس معينه. مدرب لازم يبقى مؤهل فنيا، ملتزم سلوكيا، ملتزم في كل تصرفاته في الملعب، لان انت عليك العين وعليك الاسطوب النادي الاهلي حاجه كبيره بالنسبه للناس. نيجي بقى لاهداف قطاع البراعم. طبعا دي قدامنا بيستعرض لنا مخرجنا محمد بكروري، دي زياره الكابتن محمود الخطيب في بدايه الموسم وتواجد لجنه الكوره كان وقتها. تمام، دعم كويس بالظبط، ده قمه الدعم برده، كانت حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا، وحضور طبعا الكابتن خطيب طبعا كرئيس نادي واعضاء لجنه الكوره كانت حاجه بتسعدنا. الناس برده يحسسنا ان قطاع الناشئين لا ليه قيمه كبيره، لان يعني كان نسبيا طبعا في السنوات السابقه مش عايز اتكلم يعني كان حصل بعض القصور، فدي اللي مأثره علينا الى وقتنا هذا، عاملين لنا مشكله حتى وبالتالي واصله للدرجه الاولى. السنه دي حسينا بدعم قوي جدا من لجنه الكوره والكابتن خطيب، واتمنى ان شاء الله باذن الله واعتقد انها هتستمر، لان عارفين قيمه القطاع كممول رئيس للفريق الاول. لما اجي بقى اتكلم عن اهداف قطاع البراعم، طبعا سؤال حضرتك في الاول ده مهم جدا. هدف قطاع البراعم ان انا بعمل لعيب جيد او ان انا صناعه لعيب جيد بالنسبه للفريق الاول، وفي نفس الوقت بحاول امشي في المنافسات والبطولات بشكل كويس، بشكل كويس، لان انا معايا جزء مهرجانات، ولكن ما اقدرش انا لازم الولد برضو احفزه بس بدون ضغوطات، ان انت بتكسب. أنا في النادي الأهلي، اسم النادي الأهلي قيمة كبيرة، ما أقدرش أقول له أنت بتلعب مهرجانات بس فور فن، ما ينفعش، هتبقى كلها يعني إيه، أنا بنزل فن بس وآخد الجانب اللي هم إيه اللي بيتكلموا عليه في الجانب الأوروبي، ولكن إحنا فعلاً متميزين جدا في جزئية البراعم. لو جيت بقى زي ما قلت هم الهدفين، لازم أمشي فيهم بخطين متوازيين، هدف إن أنا بعمل لعيب للدرجة لقطاع الناشئين، لعيب جيد لقطاع الناشئين ومن ثم للفريق الأول، ثم بعد كده بمشي في خط المنافسات ان انا اخد بطولات برضو النادي الاهلي عشان دي بتحفز الولد. دي حاجه كويسه طبعا اللي حضرتك بتتكلم فيها، لكن ده ما بتبصش للوقت الحالي انك عايز تاخد بطوله وبس، لا ده انت بتدعم الفرق اللي داخل القطاع وليك نظره مستقبليه للفريق الاول. بالظبط. كان في خبر كنا بنتكلم عنه دلوقتي يا كابتن جمال، الانديه تعترض على موعد بطولات القطاعات للناشئين خاصه عندنا في النادي 2002، وكنا قلنا هنجيب الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره. معانا على التليفون دلوقتي الكابتن محمد حشيش. ازيك يا كابتن محمد؟ اهلا يا كابتن اسامه، ازيك؟ منور، ربنا يخليك. اخبارك يا كابتن؟ والله الحمد لله كله تمام. قول لنا بقى انت ايه الحكايه، مواليد 2002 انتهت البطوله بتاعتهم التصفيات الاولى في شهر 10، سمعنا ان في توقف لشهر واحد او شهر اثنين لما يستأنفوا تاني بطوله القطاعات. الاول بس بسلم على الكابتن جمال السيد. حبيبي يا كابتن حشيش، واقول له مبروك على الحاجات الجميله اللي انت عاملها في النادي الاهلي، ومعاك طبعا الكابتن تامر حبني عاملين شغل كويس. حبيبي يا كابتن، كتر خيرك يا كابتن، متشكر. وانا برضو كنت مع حضرتك في برنامج، انا فاكره كويس قوي، وحضرتك اشدت بيا في الجزئيه دي وكنت سعيد جدا بيها، وقلت لي انت لازم ترجع النادي الاهلي. سبحان الله، انا بعديها بشهرين على طول فعلا كنت موجود في النادي الاهلي. حلو عليك كابتن، دي حقيقه كابتن محمد، يعني انا فخور بكلامك كابتن بمنتهى الامانه. يعني انا في اي مكان بتعمل شغل كويس، فمن باب اولى بيتك بقى النادي الاهلي يعني. طبعا حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن محمد، متشكر يا كابتن. بالنسبة طبعا للمسابقة بتاعت 2002، يعني احنا طبعا كمنطقة القاهرة كنا يعني حابين ان احنا بصراحة نبدأ يعني قطاعات على طول عشان أندية السوبر عندنا. تمام. انما انت عارف القرار بيجي من اتحاد الكورة. وبعدين يعني احنا طبعا خلصنا بدري. وجانا ان احنا يعني قرار ان تتلعب القطاعات في شهر فبراير. طبعا احنا اعترضنا على التاخير ده، لان انت عارف السن ده بيبقى يعني في الغالبيه يا ثانويه عامه يا ثانيه ثانوي، طبعا وعايزين نخلص بدري. انت عشان انت الوقت انك تنهي يا كابتن حشيش دي برضو مشكله، هتدخل على رمضان وامتحانات اخر السنه. طبعا طبعا دي مشكله، لان انت عارف رمضان كمان السنه دي بدري اكتر. فالمشكله انت عارف ان هم احنا بنستنى لما نخلص المسابقه بتاعتنا، ونستنى هم بيقولوا لنا هياخدوا كام من تعرف بتاع القاهره الكبرى على سبيل المثال. طبعا القاهره والجيزه والقليوبيه. فهم احنا بنستنى بيقولوا لنا احنا هناخد السنه دي من القاهره مثلا خمس ست فرق، من الجيزه ثلاثه، من القليوبيه اثنين على حسب.
فالمشكله انا اتكلمت معاهم في الاتحاد على اساس ان احنا نحاول نبدا بدري، فلان احنا خلصنا المسابقات بتاعتنا والجيزه خلصت للاسف الاليوبيلز عشان يترشح منها اثنين، هو ده اللي اخر الموضوع. يعني انا اتمنى يا كابتن محمد ان منطقه القاهره يعني تدوس في الموضوع ده شويه، ان الافضل ان احنا نبدا بدري شويه زي ما حضرتك قلت عشان رمضان وعشان الولاد ثانويه عامه وامتحانات اخر السنه، فاحنا محتاجين نبدرها شويه. واكيد انا عارف يعني كابتن حميد الشربيني والكابتن محمد حشيم منطقه القاهره بيبقى دايما ليهم دور في في في, في البطولات يعني. اكيد والله سامع، احنا طبعا بنحاول لو يعني على قد ما نقدر هنحاول نبدا بدري، وعلى بال ما نبدا بدري احنا بنفكر عشان ما يقعدوش كده يخلصوا المسابقه وفضلوا قاعدين بدون ماتشات، فبنحاول نعمل يعني مسابقه ثانيه كده بين انديه السوبر يعني تنشيطيه لغايه ما نبدا ان شاء الله باذن الله القطاعات يعني. طيب تقول لنا بقى عن تعاون النادي الاهلي مع منطقه القاهره في عمليه تنظيم المهرجانات بتاعت مدرسه الكره والبراعم. والله طبعا النادي الاهلي دايما يعني قصد مشترك معانا في جميع الانشطه بتاعتنا، وبالذات مهرجانات طبعا البراعم بيدينا طبعا ملاعب سواء ملاعب في القطاع او في الاكاديميه، وبتلعب عليها طبعا ايام الجمعه والسبت المهرجانات بتاعتنا. دايما الاهلي ده انت عارف سباق في الموضوع ده، وطبعا احنا بنفخر ان النادي الاهلي ضمن انديه القاهره ودايما بيتعاون معانا يعني. تمام يا كابتن محمد. كابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره، شكرا جزيلا لك. شكرا كابتن محمد. كنا بنتكلم عن اهداف قطاع البرامج كابتن جمال واتكلمنا فيها. دلوقتي عايز اتكلم عن نقطه يعني مهمه جدا كان بيتكلم فيها كابتن احمد جمال عن اولياء الامور. دي هوصلها هوصلها في التوقيت يعني، هتكلم بس كلمتين قبليها اكمل الاهداف يا كابتن اسامه. بالظبط الجزئيه ان انا دلوقتي دخلت في قصه ان انا هدف قطاع البراعم، عرفنا هدف قطاع البراعم بالنسبه للنادي الاهلي. نيجي بعد كده جزئيه ازاي اوصل للكفاءه دي عن طريق عمليه الاختيار الانتقاء، ثم نمره اثنين برنامج تدريبي فني جيد، وده الحمد لله عاملينه بشكل كويس والمدربين بينفذوه بشكل كويس لان عندي كفاءات تدريبيه. انا بحط برنامج تدريبي جنرال عام طبعا، ان انا دايما بنمي الجزء المهاري الاكثر في الجزئيه دي او في قطاع البراعم وبشتغل بيه كويس قوي والمدربين بينفذوه بشكل جيد. نيجي للجزء برده جزء مهم جدا، جوده الملاعب دي مهمه جدا بالنسبه لنا احنا كقطاع براعم او قطاع مدرسه كوره، لازم لان انت كل شغلك مهاري بيعتمد على التمرير، بيعتمد على الدريبلينج، بيعتمد على تغيير الاتجاهات، الحاجات اللي المراوغه، الحل الفردي اللي انت بتعلمه للولاد، الحاجات دي كلها محتاجه ملعب جيد. طالما الملعب جيد هيساعدني بشكل كويس جدا. نيجي برده نقطه مهمه جدا، التغذيه بالنسبه للاولاد. انا بتكلم جنرال عام، انت بتبني من تحت. بالظبط. أيوة. يا كابتن اسامه زي ما حضرتك قلت انا باسس بعمل اساس. صح. زي ما حضرتك بتعمل عماره عاليه لازم اعمل الاساس محترم، كل ما بعلى وعايز اعلى بيها يبقى اعمل الاساس جيد عشان ده هو اللي هيبقى اللي بعد كده المدربين اللي بعد مني ويستلموا في قطاع الناشئين يستلموا لعيبه كويسه. متاسس صح. متاسس صح. خلي بالك يا كابتن جمال، انا مؤمن ان اصعب مراحل التدريب هي التعامل مع مدرسه الكره والمراحل. بالظبط. دي جزئيه ازاي اتعامل مع الولد نفسيا كمان، دي مهمه قوي، ازاي اوصل لدماغه وفكره في المرحله السنيه الصغيره دي. بالظبط. دي مهمه جدا. انا الحمد لله يعني وصلت الخبره وانا حاببها يعني حاببها، محتاجه صبر، صبر طويل وشغل كبير جدا ومجهود عالي. انا شايف انا زي ما بقول لك حته نفسيا وانت واقف مع اللعيبه قبل التدريب وبتتكلم معاهم يعني لا دول زي ولادنا، دول لعيبه كويسين، يوسف فؤاد ومحمد شريف و اكملهم بعد كده، وشيبه. شيبه ده اخو اخو شهاب على فكره، لعيب كويس برده من اللعيبه الكويسين. شهاب الدين احمد وياسين ومازن. دول لعيبه كويسين كلهم في 2006، لعيبه متميزين يعني. دول اللي ظهروا على الشاشه طبعا، وفي غيرهم كتير طبعا بس دول عشان ظهروا فقلت اسمائهم يعني. نيجي للجزئيه بقى، نكمل الجزئيه يا كابتن اسامه اللي حضرتك قلت لي عليها، اولياء الامور او اطول الامر بيبقى مش عارف، فانت لازم توعيه ما لك وما عليك. احنا الحمد لله بفضل ربنا بالتعاون طبعا مع كابتن فتحي مبروك بنعمل اجتماع لاولياء الامور في بدايه الموسم الاول ما بنستقر على القائمه الاولى والثانيه بتاعتنا وبنفهمه، لان الراجل ممكن يكون جاي مش عارف، ممكن عايز يتكلم في اي حاجه، فبنقول له انت مالك الاول ما ابنك دخل النادي الاهلي انت لك حقوق. حقوقك في ايه؟ حقوقك مثلا حسب لوائح النادي، بيتعمل بدل انتقال، لبس، تغذيه، كل الحاجات دي، والعداله في التمرين، ابنك يتمرن كويس، ده اللي ليك عند النادي، احنا بنهتم بيه ونعمله كويس جدا، ونعمله صغير كويس زي ابننا، ولو اي مساعده دراسيه بنقول لك كمان احنا ما فيش اي مشكله، ممكن نضغط على الولد، الولد ممكن يخاف مننا ويقلق مننا لو ضغطت عليه في الجانب الدراسي.
تعب والده، تعب اهله في البيت، تعب ولي امره، فممكن اضغط عليه في الجانب ده بعقاب، يعني عقاب على قده مش عقاب كبير، يعني احرمه من تقسيمه مثلا. الحاجات دي بتاثر فيه جامد تخليه يلتزم. احنا عامل مساعد ليكم، ما عندناش اي مشكله، ولكن في حاجات اجزاء لازم تعرف ان انت مالكش كلام فيها خالص. ابنك بيتمرن مخاد في النادي الاهلي، اكسب كل سنه بتايد في النادي الاهلي، انما لا مالكش في قصه ان انت اختيارات اللعيبه، ماتشات وديه، ماتشات رسميه، يبقى انت عارف ما جيش اروح مثلا مع مدرب واتكلم في اي حاجه. العمليه لو بقت سايبه كده خلاص، ما فيش نظام، ما فيش رولز، ما فيش لوائح، الدنيا سايبه، اي حد يجي يتكلم معاك في اي حاجه، فانت خلاص قفلت وعملت رولز ولوائح بتشتغل بيها. ده كله بيتعاون مع كابتن فتحي وعارف على علم بالاجتماع وكل حاجه تمام بالكلام ده. فبتيجي تبص تلاقي المشاكل، ما فيش مشاكل اصلا، انت فهمته. ممكن يكون هو داخل على نادي الاهلي فاكر ان انا ممكن ليا حق اتكلم، اقف مع المدرب اتكلم في اي حاجه. لا، انت عرفته انت ممكن امتى، وكل التعامل معايا انا شخصيا. يعني انا قلت لهم المدربين بيشتغلوا ويركزوا في الملعب كويس قوي على تطوير الاولاد وشغل البرنامج التدريب الفني اللي احنا بنعمله شهريا وبننظمه، وبتبدا بتشتغل عليه بشكل جيد. ده المدرب، فتلاقي المدرب متفرغ زي ما قال الكابتن احمد جمال، مفيش مشكله. اللعيبه دلوقتي الحمد لله، وفي نفس الوقت برضو يعني انا لما بقف شخصيا مع الاولاد دايما بحسهم ان انتوا مجموعه كبيره، مش كل المجموعه، مش هقدر اخد المجموعه كلها. ما في ماتشات بتلعب 6 وحارس 7 وحارس، لا يعني 8 و9 طول ما انت طالع لحد ما بتوصل ل 11 11 تمام. مجموعه كبيره، باخد مجموعه النهارده بقول لهم ايه الرسول عليه الصلاه والسلام دايما بيقول: حب لاخيك ما تحب لنفسك. انت احساسك ان زميلك راح النهارده هتتمنى له خير، ربنا هيكرمك برضو. ده جانب بكره تبقى انت موجود وهو بره بالظبط، يعني بالظبط. فبقرب لهم العمليه فالولاد حتى بتحس ان هم راضيين كويس، يعني راضيين وحاسين ان انا ممكن الماتش جاي، وبعملها ببقى صادق معاهم. انا كل ماتش بغير 4-5 عادي كويس. باخد مثلا في هيكل اساسي عندنا، مش هيكل اساسي ان دول فارقين عنهم كتير، لا، قصه ان انت دلوقتي في المباراه عايز برضو تكسب عمليه المنافسه، كل جاهزين اكتر في الوقت الحالي تمام يا كابتن اسامه، تدخل بقى عنصر اتنين بالظبط. ولو ما دخلتش انا ببص لها لقدام، وهديك امثله دلوقتي لما نوصل للصور اللي هي بتاعت الاجيال العظيمه اللي طلعت دي 94 و95 و96 و92 و93 من اول 92 لحد 97 98، الاجيال دي كلها كانت مع كابتن بدر رجب، وانا كنت مساعد معاه. فعايز اقول لهم ساهم بشكل كبير في بالظبط يا كابتن اسامه. فزي ما حضرتك قلت، في لعيبه انا شايفها جايه للملعب الكبير ممكن ما يلعبش معاه في الخماسي والسداسي دلوقتي، فبطمن ولي الامر ان ابنك هيبقى له دور مش ضروري دلوقتي، فما تستعجلش. اقول مشاركه؟ لا، احنا انا ما بقيمش بالمشاركه. لما اجي كابتن اسامه في نهايه الموسم واعمل سكاوتنج على اللعيبه ما بحطش نسبه المشاركه. ليه؟ لان نسبه المشاركه انا ممكن اشتغل بالمهاريين العاليين قوي في الوقت ده، مش هقدر اعمل كده لما اطلع 11، لازم تبقى عمليه توازن. صح، عمليه 11 بقى بالزبط. وانت بتقولها دلوقتي عندنا 2005 في البراعم، تمام، 2005 بدا السنه يلعب 11 بيلعب 11 بالظبط. هو براعم كان ليها شغل قبل كده عشان تبدا تحفظ تمام السداسيات والسبعيات، صح كده؟ تمام يا كابتن اسامه، كلام محترم. لان انا طول ما انا طالع بيزيد لي لعيب من اول سن 9 سنين لحد ما بوصل سن 11، والسن اللي هو اللي معايا 2006 ده بيلعب 8 وجون او 8 وحارس مرمى، يعني 9 9. كل ما بتطلع الوظائف اللعيبه بتحفظه بشكل اكبر. السنه دي تقريبا بناخد تكتيك كامل، يعني بحط في البرنامج التدريبي بتاعي جزء تكتيك، ان كان تكتيك هجومي او تكتيك دفاعي حسب الشغل اللي بيشتغلوا المدافعين او المهاجمين. اللعيب بياخد وظائف مركزه كلها، دي وظيفتي عشان اسهل اللي هيستلم فرقه ال 2005 من السنه الجايه 14 سنه، يبقى اللعيب بالظبط يا كابتن واخد جزء كبير جدا من التكتيك، والتكتيك مع وظيفه مركزه، بيلعب باك رايت بيشتغل كويس، لازم اشغله الجانب الدفاعي، شغله واحد ضد واحد ازاي، ما حدش يعديه، ازاي يقفل الملعب، ازاي التغطيه العكسيه، الحاجات كلها طبعا حضرتك عارفها، بس احنا بناخدها بتفصيل شويه. بمعنى لما باجي اشتغل جانب دفاعي لازم بحط له جزء مراقبه، الماركينج ازاي يراقب، ازاي يقف، والمراقبه دي في ال 18 تبقى شكلها ايه، وبره ال 18 تبقى شكلها ايه في ال 18. علشان كده بقول لك دايما مدرب البراعم ده عليه مهمه صعبه جدا، انت مش ده انت بتقعد تحفظ طبعا مره واثنين وثلاثه، لما الولد يحفظ يعني واجبات مركزه وبتلاقي فيه اخطاء بتبدا تصحح تاني، فهي بالزبط. عمليه صعبه طبعا عمليه ال وبجزأ يا كابتن اسامه زي ما حضرتك بتقول لي، بجزأ الشغل لازم اجزأه وبشتغل عليه مراحل. بمعنى انا لو جيت دلوقتي للجانب الدفاعي عايز اعلم المدافعين وقفه، ان كان سيرد باك او باك يمين او باك شمال، لازم بجزأ الجزء الدفاعي، بيبقى عندي مراقبه مثلا وعندي الضغط وعندي التغطيه، بشتغل كل جزء لوحده
وبشغل الجزء ده لما باجي حتى للسردباكات اعلمه الوقفه ازاي ازاي يراقب جوه ال 18 لما بيخرج بره ال 18 الشكل ازاي. ده جزء من المراقبه، جزء هام. انت لما بتديله الشغل ده كله دكروري بمخرجنا منزلك دلوقتي نفس الشغل انت بتتكلم عليه، انت بتتكلم مع الولاد بتصحح اخطائهم، ممكن تقول بتكلمهم في نصايح. فيعني حتى مخرجنا بنشكره محمد دكروري انه يعني مع الكلام تمام. لا متابع جيد والله استاذ محمد طبعا بنشكره على اللقطه الجميله دي طبعا وبالمعاونه مع فاروق صلاح بصراحه اللي دايما معانا في القطاع احنا بنبقى مبسوطين بيه. بحس ان القناه والاعلام الاهلاوي معانا مهمتنا بمنتهى الامانه نكون دايما يعني بنقدم للناس المواهب الموجوده في النادي الاهلي وفي مصر كلهم. الناشئين بتوعنا دول هم امل النادي الاهلي دايما. عايز اكلمك بقى عن محمد صلاح والحاله اللي عاملها مش يعني ده في كل قطاعات الناشئين في مصر. محمد صلاح ما شاء الله دلوقتي عندنا ابننا برضو تريزيجيه رمضان صبحي ربنا يكرمه ووفاه ويبدا يشارك برضو بصفه اساسيه. يعني لما بتتكلموا مع الولاد اكيد بيبقى بيطرح اسم محمد صلاح يطرح اسم تريزيجيه النجوم الكبار دول. من الحاجات طبعا اللي بتساعدنا احنا حتى في شغلنا ان انت بتدي للولد سقف عالي قوي. حتى السقف العالي ممكن يكون الولد بالنسبه له يقول ده احلام ولكن لا ممكن تتحقق. وحتى لو ما يعني لو ما اتحققتش على مستوى الاحتراف لا انا في النادي الاهلي اكبر نادي في مصر اسم كبير. مجرد ان العب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي برضو انجاز حاجه كبيره جدا بالنسبه للولد. لو ربنا كرمه في احتراف خارجي تبقى حاجه كويسه. لعيب يوصل لمحمد صلاح باخلاقياته بسلوكياته بالتزامه بالحاجات دي كلها اللي احنا بنديها له برضو العوامل النفسيه المهمه ازاي يوصل لها. مش انت بتدريبك بس في الملعب تعليم جزء مهم جدا بره الملعب من سهر بتعلمه برضو تفهمه ان السهر ده عدو لعيب الكوره. طول ما انت بتلعب رياضه لازم تبعد عن السهر ما تبقاش ان انت اسهر عادي. ودلوقتي الولاد موضوع التاب والالعاب والبلاي ستيشن والحاجات دي بتاخد وقت كبير جدا منهم وتاخد وقت من تركيزه تعمل مشاكل. فالحاجات دي كلها مهمه جدا ان انت تعلمها كراجل مشرف فني لقطاع البراعم. ما بتبقاش عمليات تدريبيه بس. عمليات تدريبيه فيها علم وفيها دراسه الحمد لله فيها بشكل كبير ده كلام جيد وبنشتغل في الكوره بشكل كويس قوي. ولكن العوامل الخارجيه دي مهمه قوي زي ما اكلمك على التغذيه اكلمك عن جوده الملاعب اكلمك برضو عن تعاون ولي الامر ازاي ابقى سبورت ليه كويس بدون اي ضغوطات يعني برضو أو داعم زيه زي المدرب بالظبط داعم. ما بقاش تركيزي كله ان انا ضاغط على الولد ان هو ما بيلعبش الكابتن ما خدوش الماتش ده انت مقصر وممكن يضايقه وهو مروح بشوف الحاجات دي اوقات بالصدفه وانا خارج. فبتحصل ان احنا بتحصل توعيه دايما لولي الامر لان ولي الامر ده ضلع مهم جدا من اضلاع نجاح قصه البراعم او عمليه البراعم. لازم يفهموا الكلام اللي انا بقوله عشان ما يبقاش دايما مستعجل باصص لدلوقتي. لا احنا في لعيبه انا شايفها ممكن تيجي في 11 قدام شويه ممكن دلوقتي ما تاديليش المطلوب مني في الجزء المهاري ممكن ولكن اللي قدام شويه زي الانماط اللي كنت بتكلم عنها في ال 93 الجيل بتاع رامي ربيعه واحمد حسن كوكا ومحمد اشرف توفيق. شايف محمد صلاح الصوره دي نفسي دي دايما تبقى يعني قدام عينين كل ناشئ في مصر. تمام. ازاي اوصل للقمه دي؟ ازاي اوصل لحفل افضل لاعب في افريقيا؟ منافس. افضل لاعب في العالم، افضل لاعب في الدوري الانجليزي، نفسي دايما تبقى دي الصوره قدام عينين كل ناشئ في مصر يا كابتن جمال. لا دي طبعا ما فيش شك، احنا دايما بنضرب برضو مثل بمحمد صلاح وبنضرب مثل برضو بلاعيبتنا الكبار في النادي الاهلي ابو تريكا وعماد متعب وسامح حسني ووائل جمعه. الجيل برضو في جيل يعني محبوب جدا بالنسبه للاعيبتنا لان هم شافوهم قريبين منهم. الجيل ده بصراحه عمل اسم كبير جدا ليهم وزود طبعا نادي الاهلي اسمه كبير دايما. ولكن برضو زود من بطولات النادي الاهلي لازم الاجيال دي كلها بنحطها برضو حافز للولاد لان هو بيشوفوهم بشكل كبير. فاتمنى ان شاء الله الفترات اللي جايه دي هيبان شغل البراعم او الشغل على قطاع الناشئين. اعتقد من فرقه 2005 و2006 دول اقرب فرقتين اللي هم احنا الحمد لله بندعمهم بشكل كويس قوي بنشتغل فنيا معاهم بشكل جيد جدا. يعني الحمد لله ماشيين برضو بخطوات كويسه بالنسبه لبطوله 2005. وادي تريزيجيه مننا اهوت زي ما انت بتقول لعيبه النادي الاهلي بالظبط فمعانا تريزيجيه شوفوا انا دايما ما شاء الله بخطه ثابته ويعني وحبيبني اللي عجبني في تريزيجيه ان هو يعني مصر ان له هدف وعايز يوصل له بالظبط. انا اعتقد تريزيجيه ولو ان انا شايف ان البزوغ بتاعه يعني تاخر قليلا اتمنى ما يتاخرش اكتر من كده. فعلا تريزيجيه يستحق يلعب في الدوري الانجليزي يلعب في دوري دولات العالم بمنتهى الامانه يعني الدوري التركي مع كامل احترامي ليه تريزيجيه اكبر منه بكتير. تريزيجيه عنده قدرات عاليه جدا احنا كفنيين عنده سرعه وعنده قوه وعنده الصفات الاراديه والشخصيه ودي مهمه جدا. انا عايز اتكلم برضو عنها بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي لما اجي انا اقيمه مش اقيمه فنيا بس مش لما هجيبه ممكن اعمله عمليه انتقاء بالنسبه لي انا اختيار ان انا هبص للقوه وابص للسرعه
تمام، وابص للمهاره، ما دول الثلاث عناصر انا بختار بيهم شخصيا بقى تحت الضغوطات. برافو عليك. الشخصيه، شخصيه لعيب النادي الاهلي والصفات الاراديه دي حط تحتيها 300 خط. تمام، انا اتفق معاك في 300 خط. انا اتفق بغض النظر، انا يعني بعيدا، انا بتكلم بصفه عامه جنرال. دي مهمه جدا، حتى انا لما اجي انتقي اللعيب واعمل استقطاب لبعض اللاعبين، ده بتكلم على مستوى مراحل الناشئين طبعا. الدرجه الاولى ده موضوع تاني. حتى انا لما اجي اقيم وعايز اجيب لعيب مثلا 17 سنه 16 سنه 15 سنه، انا وجهه نظري الشخصيه اقيمه، اولا هقيمه فنيا، دي عنايه سهله جدا بالنسبه لاي حد او اي شخص. ليه؟ انا هقيمه اجيبه ماتشين مثلا بره ملعبه وماتشين تاني جوه ملعبه، هتفرق معاه كتير. ليه؟ لان انت وانت بره ملعبك ممكن تختلف لو 500 واحد من الجمهور وعليك ظروف مختلفه. برافو عليك كابتن. ازاي حتى لو جيت انا اقيم مدافع، ازاي تصرفه في الكوره، ازاي التحاماته، ازاي عقليته والمنتاليتي بتاعته تشتغل عليها في السن الصغير. تمام، اجي اتفضل اكمل بس الجزئيه دي عشان دي نقطه مهمه جدا. الشخصيه اللي بتكلم عليها والصفات الاراديه بتبان في المدافع في التحاماته. لما باجي التحم مع لعيب عندي اصرار ان اجيب الكوره دي ولا ما عنديش. اللعيب لما بخش بقوتي شكلها ايه، دي اجل دي بالنسبه للصفات الاراديه. لو جيت للمهاجم الكره دي تتقطع منه بسهوله والموضوع عادي واقف ولا مؤثر حتى لما تتقطع ده انا ممكن ما يكونش حتى بغض النظر عن التكتيك بتاع المدرب ممكن في مدرب يقول لك مثلا الصفات الاراديه بقى عند اللاعب بالظبط دي بعيد عن التكتيك. التكتيك اللي بينجحه لي برده زي قصه جوارديولا لما كان بيعمل الضغط العالي، الكره لو اتقطعت مني هضغط في الجنب ده، ممكن اللاعب يعملها بالصفات الاراديه اللي عنده بعيدا عن التكتيك بتاع المدرب. ده اللي انا بتكلم فيه، لما اختار لعيب لازم اختار الشخصيه دي، شخصيه لعيب النادي الاهلي على مستوى حتى مراحل الناشئين. استقطاب لعيبه، بزود لعيبه حتى من بره النادي، وده وضع طبيعي، احنا بنعمل قطاع براعم، ولكن طول ما انت ماشي انت وضع طبيعي، هتلاقي لعيب مثلا مميز في نادي معين، ممكن ما فيش مشكله انا ازود النادي، ازود القطاع الناشئين عندي، ازود لعيبتي، بس دي انا عايز ياخدوا بالهم جدا جدا من قصه الشخصيه والصفات الاراديه، دي هتفرق معانا كتير قوي. ليه؟ عشان ده اللي هيروح الدرجه الاولى. حته التزوير والتسنين في المراحل السنيه دي، ان انا شايف لو ولد 2005 يعني مسنن لثلاث شهور او اربع شهور بيفرق طبعا، بتفرق سنه كامله بيفرق كتير. لعيب لو في اول السنه واحد اخر السنه حتى ظروفه كده واحد مواليد 1/1 مثلا 2005 تمام، واحد مواليد 1/12/2005 فرقت سنه، هو في نفس السنه، ولكن يجي لعمليه التزوير برضه نقطه مهمه. بس انا عايز اكمل حته جزئيه الملعب واخش في الجزئيه دي يا كابتن اسامه. جزئيه الملعب من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي جوده الملعب، لان انا شغلي تقريبا 75% شغل مهاري. حتى لو عايز ادي لمحه قوه او جزء بدني بيبقى من خلال الكره. الكره طول ما هي ماشيه على الارض والدنيا كويسه بالنسبه لي، الولد بيجيد ويتطور مستواه. لو عندي مشاكل في ارضيه الملعب بتعمل لي اعاقه نسبيه، اعاقه شويه بتعمل لي مشكله. تمام، ملعب الاكاديميه محتاج السنه الجايه اعتقد، بس كابتن فتحي مبروك ويعني وعدنا ان السنه الجايه ان شاء الله اكيد هيبقى له حل يعني. او الملعب برضو فوق بالنسبه لي بالظبط عشان ممكن نقول برضو الاجيال المختلفه موجوده مع كابتن طبعا يعني شوفوا تريزيجيه تاخر نموه، ده كان دي كانت 2006 تريزيجيه مواليد 94 يعني عنده 12 سنه 12 سنه تريزيجيه اللي هو تحتي على طول ده على مين اول واحد بالظبط. الحارس المرمى ده الحارس الاساسي بتاع انبي دلوقتي البلعوطي، بلعوطي ده كان عندنا طبعا ده موجود بيلعب حاليا بيلعب اساسي تمام. على الشمال هنا اول واحد بس كهربا بالظبط يا كابتن جمال، محمود كهربا محمود كهربا هنا ايوه محمود كهربا دي واضحه جدا بالظبط تمام. ده محمود كهربا اول واحد قاعد على الشمال تمام. في النص في لعيب لو ما عدتنيش من اول بلعوطي 1 2 3 4 ده شريف دابو اللي كان بيلعب في الاسيوطي السنه اللي فاتت مع الكابتن علي ماهر تمام، اللي هو الاسمراني ده اللي على يمينه على طول ده محمود صبري برده كان بيلعب في انبي درجه اولى من سنتين، بس هو راح نادي تاني بس مش عارف يعني. انت بتتكلم برده في 4 5 لعيبه، ده انجاز لما يطلع لك 4 5 لعيبه بيلعبوا كلهم دوري ممتاز. ده الجهاز الفني طبعا اللي انا قلت طبعا ثلاثة كنا ماسكين من جيل 92 جيل 92 ده هبقى اقول لك برده مين اللعيبه فيه لو جاب بعض الصور طبعا محمد ناصر النني اولهم، وفي احمد العش وفي له اي وائل، دول بيلعبوا دلوقتي. العش كان بيلعب في اسماعيل اعتقد لحد السنه اللي فاتت استعرضنا ده جيل مواليد 93 ده جيل بالظبط 93. اول واحد من على اليمين احمد حسن كوكا احمد حسن كوكا المحترف طبعا بتاعنا تمام.
اللي هم اللي اتشهروا او في رامي ربيعه طبعا، بس من الشمال لو سبتني واحد اتنين تلاتة ده رامي ربيعه. واقف من فوق واضح جدا بالظبط، اللي واقف بعد على طول. مزبوط. اول واحد اللي قاعد من اليمين محمد اشرف توفيق، ده روقه اللي هو بيلعب في انبي دلوقتي، كان السنه اللي فاتت الزمالك. تمام. اللي جنبيه ده عمار محسن بيلعب، ده محمد اشرف توفيق طبعا، الاستاذ محمد جابه لنا. ما طلعتش للنادي الاهلي بس، طلعت لمصر كلها. ما هي دي سياسه النادي الاهلي يا كابتن اسامه، احنا بنتكلم النادي الاهلي مؤسسه قوميه. في الوقت دوت ده برده نفس جيل 93، كانت مباراه اعتقد في دوره نادي الصيد، كابتن ايمن بسيول مدرب الحراس طبعا، وانا جنبيه. لعيب ده عمرو اشرف استمر في النادي الاهلي فتره طويله. احمد حسن كوكا اللي على يمين الكابتن بدر، رامي ربيعه. تمام. اللي قاعد برضه عمار محسن ومحمد اشرف توفيق رؤى. تمام. وباقي اللعيبه في سيد الشبراوي نمره ثلاثه اللي قاعد ده ناحيه اللي قاعد من ناحيه اليمين. سيد الشبراوي اعتقد كان بيلعب بالظبط. سيد الشبراوي الباك رايت صح؟ سيد الشبراوي الباك رايت محتاج الحرب دلوقتي بالظبط بالظبط. اجيال طلعت اجيال مختلفه، انتوا اجيال مختلفه غير بقى انا ما عنديش سوى طبعا. جيل 97 كله كابتن اسامه اللي هم مستمرين منهم دلوقتي، رمضان صبحي طبعا وكريم نيدفيد واحمد رمضان بيكهام. دول اللي برزوا قوي من جيل 97، والباقي بيلعبوا مع الكابتن عادل برضه، لعيبه كويسين ممكن ان شاء الله يعملوا حاجه الفترات اللي جايه دي. ومعاهم الثلاثه كنا السن التحضيري الاول ما افتكرناها كابتن اسامه الكلام ده في 2006. جبنا ثلاث لعيبه مع ال 97، بدانا السن التحضيري في كريتو مع الكابتن بدر رجب. كان مين؟ احمد ياسر ريان اللي هو في الدرجه الاولى دلوقتي. واحمد حمدي وكريم يحيى. دول الثلاثه، وكان اللعيب اسمه حسام حسن اعتقد راح. كريم يحيى الباك رايت صح؟ كريم يحيى الباك رايت وبيلعب سيرد باك. لا لعيب كويس قوي كريم يحيى. لعيب كويس، اعتقد لو خد فرصه ان شاء الله يبقى له شان يعني. اتمنى. هنستعرض مع حضرتك دلوقتي خريطه مباراه الاسبوع اللي جاي للقطاع. ان شاء الله هيكون عندنا يوم السبت 17/11 مواليد 2005 الاهلي والداخليه الساعه 10 الصبح باهلي مدينه نصر. عندنا مواليد 2003 بطوله الجمهوريه وادي دجله والاهلي الساعه 12:30 ملعب وادي دجله. يوم الاثنين 19/11 مواليد 2001 انبي والاهلي، مباراه من العيار الثقيل، بطوله الجمهوريه للناشئين هتكون الساعه 3 في ملعب انبي. عندنا الاهلي والمصري القاهري في دوري منطقه القاهره مواليد 2000 الساعة 2:45 دقيقة. يوم الخميس 22/11 مواليد 99 انبي والاهلي، بطولة الجمهورية للشباب برضه مباراة من العيار الثقيل الساعة 3 عصرا تقام على ملعب نادي انبي. الجمعة 23/11 مواليد 2004 دوري منطقة القاهرة السكة الحديد والاهلي الساعة 9:30 ملعب السكة الحديد. مواليد 2001 الاهلي وطلائع الجيش بطولة الجمهورية للناشئين الساعة 3 في ملعب اهلي مدينة نصر. شرفتنا ونورتنا يا كابتن جمال. حبيبي يا كابتن اسامه بشكرك طبعا على اللقاء الجميل ده، واتمنى ان احنا يعني نبقى داعم جيد لقطاع الناشئين النادي الاهلي بالنسبه لقطاع مدرسه الكوره وقطاع البراعم، وان شاء الله نطلع لعيبه كويسين بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. اكثر من 100 سنه يا اهلي كوره، اكثر من 100 سنه، شوف كام بطوله. دايما يا اهلي وراك انا كعب داير زي نسر الاهلي طاير على الحلوه والمره، دايما يا اهلي معاك. نشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الأشباح.